شاء الله ما شاء الله. ايه البامبوز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا. ده عرض، اشتري 5 وخد 5 هديه. اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ اللي جاه للناس، اللي جاه للناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه. ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي، هستنى تليفونك. ها؟ تصدق انك قليل ادب فعلا؟ في ايه يا منار؟ جرايه يا بنت، حد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك. انت يا عموه ممكن تقولي في ايه ببياضك القوفه ده؟ البنت دي بترمي بلاها عليا. بنت مين اللي بترمي بلاها عليك؟ دي طبيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير. معلش صعب لما هون انت بتنفخني ليك، اتخاني لو واكل اتخاني. بس اهدى يا استاذ. اهدى انت كذاب وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ، اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمام الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده؟ الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اكرس انت مصيبتك مصيبه. ايه حكايه اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله وياريت تشرفني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا. كل سنه وانت طيب. بالمنظر ده طيب ازاي؟ سامعني انا اللي مجنني بس يا مروان حكايتي ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت اعمل ايه؟ يا مروان انا بدور على كبرياء الكاشير. قامه الكاشير واحد فين؟ ايه ده؟ فعلت الباشا عبد الظابط. تمام يا فندم. هات يا ابني الجهاز. اوبر صدرك. اتفرج يا سيدي، اتفرج. انا ماليش دعوه من العربيه. ده انا. ايوه. انا ابي عمش. انت فاهم يا فندم؟ ما تقولش حاجه، قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. احنا بنعلق بيه استخباراتنا. انا هاري سود ومنيل. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الضابط، احنا مش ناقصين. يا اما قسما عظما هنقلك بعيد، وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحترم ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما ايه البعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع، انجز. البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم وانا قلت وحشه يا مروان؟ ما انا عارف الناس ذوق امر وما فيهاش حاجه تقيل. بس بص افهمني بس، انا بفكر قدام. مش ممكن مناضي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله، هي دي تيتا واثنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. ازيك يا بنات منار؟ ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصه وقصه. لحظه معلش اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ روحت للراجل قال لي خطا على الموتور، انا مش هبخل العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف. انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. انسى اللي فات بقى يا رؤوف، فكر في بكره ومستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوبا منار. يا خليل القلب. حازم يا رؤوف. بس وربنا الفاضل وربنا الفاضل. امشي انا انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه يعني بدون تكليف. ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر، لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني؟ لان انا وربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسم رؤوف. عيد ميلاد يا ابني. سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة.